سيدة السادة متتبعينا الأعزاء على قناة محمد العيادي ورجب مشيشي إعلامي إقليم تنغير ودرعا تفلالت، فمرحبا بكم في سلسلة من اللقاءات التي يجريها ثنائي محمد العيادي ورجب مشيشي حول تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي يعرفها الإقليم وكذا جهتنا درعا تفلالت ومجموعة من قضايا أخرى ذات صلة بالشأن الوطني والدولي أحيانا. طاقات رياضية وفعاليات ثقافية سياسية وأخرى في قطاعات وميادين عدة نسلط الضوء على مسارها ونشأتها وكذلك منجزاتها أو إنجازاتها وتراكماتها. اللحظة نحط الرحال بمنزل الرياضية الشابة وأسرتها الصغيرة التي أولا نشكرها على حسن الضيافة في هذا الفضاء الذي أتيح لنا من أجل أو في سبيل إجراء مقابلة خاصة مع الرياضية الشابة التي هي أمامكم، الصديقة والأخت أميمة بلقعدة. أميمة بلقعدة شابة رياضية خاضت يعني حرب الرياضة أو عراك المسار الرياضي منذ طفولتها. أسئلة وأخرى سنطرحها على ضيفة حلقتنا اليوم، والتي أكيد سوف لن تكون نهاية هذه السلسلة من الحلقات، بل سنواكب عبرها وإياها كي نسلط الضوء على مجموعة من رفاقها وإخوتها في ذات المسار، أي مسار رياضة الكاراتيه. حديثنا عن رياضة الكاراتيه أكيد هو حديثنا عن أبطال منذ الأزل، حديثنا عن كذلك رياضة معروفة منذ فجر التاريخ إلى باقي الرياضات العالمية أكيد كيك بوكسينغ رياضة تيكواندو وغيرها من الرياضات بصفة عامة. إذن الأستاذة أميمة بلقعدة مرحبا بك في هذه الجلسة الحوارية في بداية الأمر. أول شوية بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الإخوان على هذا الاهتمام، بارك الله فيكم بعدا، مرحبا بكم. معكم أميمة بلقعدة، ساكنة في مدينة تنغير وبطلة في رياضة الكاراتيه والحمد لله. لا أميمة أكيد الغنية عن كل تعريف إن صح التعبير أن نقول، فكل من يواكب أنشطتك الرياضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عبر مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية خاصة، أكيد غني عن كل تعريف. الكل بمدينة تنغير إقليم تنغير درعا تفلالت خصوصا وكذلك على المستوى الوطني يعرف أميمة بلقعدة على أنها شابة تبلغ من السن 24 سنة، ترعرعت بهذا الإقليم الفتيوة دي المدينة العزيزة التي هي تنغير، والتي حملت عنوان تنغير لكي تشرف هذه المدينة وهذا الإقليم على مستوى الجهوي وكذلك الوطني والدولي أحيانا. أميمة بلقعدة، أنت من بين يعني الإناث يعني الوحيدات إن صح التعبير أن نقول، يعني كحالة استثنائية، أقصد حالة استثنائية في صنف الإناث داخل رياضة الكاراتيه. سبق لكم أكيد أن انخرطتم 10 سنوات قبل اليوم في جمعية الصداقة للرياضات، أليس كذلك؟ جمعية الصداقة للرياضات التي تحولت بعدها إلى أكاديمية الصداقة للرياضات، والتي يدير يعني شأنها أو شؤونها الرياضية البطل العالمي كذلك، والأخ والصديق مراد غجي مشكورا الذي كان أكيد له الفضل الكبير في يعني تكوينكم إلى جانب أبطال وبطلات أخريات في صنف دائما الكاراتيه. لكن أنت من بين يعني الحالات الاستثنائية في صنف الإناث، أقصد دائما، التي تمكنت من أن تواكب وتستمر إلى غاية محطة 13 أكتوبر 2009
16 بمراكش، بمدينة مراكش أو بالمدينة الحمراء، حيث تمكنتم من يعني الحصول على شهادة الحزام الأسود. الحزام الأسود يعني بعد مسار طويل لا يستهان به أكيد في محطات يعني كثيرة. الحزام أو شهادة الحزام الأسود ب يعني الدرجة الأولى دان تشوتكان، وكذلك ب لا سانتور نوا دان كاراتي كونتاكت، يعني كلها ألقاب يعني معروفة في صنف الكاراتيه إلى آخره. أنت من بين إناث الوحيدات التي تمكن من أن تلج محطة 13 أكتوبر من هذه السنة، والتي يعني نتمنى أن يخلدها ويحتفي بها إقليم تنغير لملا الوطن والعالم بأكمله كبطلة شابة شرفت تنغير والوطن بصفة عامة. السؤال الأول أستاذ أميمة لو سمحتم بإيجاز، أولا لماذا ميولكم إلى رياضة الكاراتيه وليس إلى رياضة التيكواندو أو كرة القدم أو كرة السلة أو غيرها من الرياضة؟ لماذا بالضبط رياضة الكاراتيه عشر سنوات مضت؟ بالنسبة لشت الميول، هل هو يعني ميول أو حب للرياضة أو هناك تأثير من أب أو أم أو محيط عائلي أو حب؟ هي في الأول حب، نعم، دخلت لي على أساس أنني غير تريني عادي وبقت غادية الحمد لا. لله كنت كنعطي شويه وبان فيا الضو شويه والاستاذ ديالي تبع معايا والحمد لله راه مشينا بعيد بالتعاون ديالو والحمد لله. كانت في الاول غير حب وكنتنا في الاول غير كان بحال قلتي كان هوايه يعني هوايه عا كنضحكوا بها وكنشطوا بها وكندوزوا بها الوقت حتى ولات الحمد لله مشينا فيها بعيد والحمد لله على كل حال. إذا كانت شرف وحب يعني لطبيعة ولنوع أو لنوعية الرياضة في البداية. أكيد سنمر إلى سؤال آخر ألا وهو المرتبط ب يعني الجنس. الجنس، كنت من جنس الإناث الوحيدات قلت التي تمكن من ولوج هذا اللقب الوطني إن لم نقل الدولي يعني قريبا بحول الله. أليس هناك يعني ميول للشابات التنغيريات لهذا الاتجاه؟ أكيد لك ألقاب ربما محلية إقليمية جهوية ووطنية، لكن غالبا ما سبق لك أن صرحت لنا في هامش هذه المقابلة الصحفية على أن هناك نقص يعني في ميول النسوة أو النساء البطلات لهذا الاتجاه. لماذا تفسرين يعني هذه الظاهرة؟ بما ان كنمشي للبطولات على برا كنمشيو للمدن كنلقاو الدريات كثار بزاف، يعني كتكون عندك حتى واحد الرغبه باش ملي كتكون ملي كيكونوا معاك الدريات بزاف في لاصال وكتحرك مزيان. انا عندي مشكل كنتحركها بوحدي وسط الدراري، يعني هذا مشكل بعدا الاولاني، يعني في لاصال ديالنا تيدخلوا بنات كيجيو الناس ولكن كيتحركوا ما كتكونش عندهم واحد ما كيمشوش بعيد، يعني واخا كيدخلوا المهم ما كتمرش سنه ولا سنتين تلقاها خرجاتك وحده كتنسحب. يعني باش انك تستمر وسط الدراري شي حاجه ما ساهلاش، حيت بعد ما كتفشل كتقول واه بعد ما كتبغي دير غير شي حركات هي جوج باش نوع من الخجل نوع يعني مساله ثقافه وتربيه يعني كنلقاو المشكل. ولكن الحمد لله انا حاولت تفادى ديك المساله والدراري الحمد لله بحال خوتي في لاصال صراحه كندخل للصال ما كنشوفش باقي زعما راه كاينين بنات ولا دراري صافي تندخلوا تندوزوا واحد الوقيته ديالنا تحسوا انكم سواسيه صافي. حتى الاستاذ هو اللي خلى بيناتنا اللي خلى بيناتنا المعادله ديال التوازن بحال بحال صافي الحمد لله. كنبريباري مع الدراري اي حاجه كتكون عندي على برا تنتعاون مع الدراري صافي. حتى وليت حيدت هذاك الحاجز ديال اما في الاول كاين اشكال، وحتى دابا حاليا كاينين عندنا لي صالفتين غير بزاف، كاين التيكواندو كاين الكاراتيه كاينين بزاف الحوايج، ولكن المشكل ديال الدريات ما تيمشيوش بعيد واخا كتدخل كاع كتريني كتريض شويه وهادي ولكن ما كطولش. يعني ما كاينينش عندنا نيت كاينين ابطال في التيكواندو هنا في تينغير كاين ولكن ما كيطولوش، داكشي كيكون موسمي كتقرا كتريني اون فوا كتطلع لا فوا كل هادي صافي راه مشى داكشي. يعني ما كاينش بنادم غادي تلقاه مطول نيت واحد مده مع هذا زعما الا جيتي تقارنوا مع المدينه راه كتلقى تبارك الله البنت راه 30 عام وباقي كتريني ما عندهمش داك الفكر زعما راه. اذا ما خلصنا الى من خلال يعني مفاد كلامكم الرياضي الشابه اميمه بالقاده،
هو أنكم تقصدون أن يعني الرياضة أو رياضة الكاراتيه خصوصا تربية وثقافة قبل أن تكون رياضة في حد ذاتها، يعني لابد أن تتجاوز الصعاب، لابد أن تتجاوز الطقوس، مجموعة من العادات المرتبطة بالمحيط يعني الاجتماعي والثقافي التنغيري بالخصوص والدلع التافيلتي أو الجنوب الشرقي من جانب. أستاذ أميمة، أكيد ومما لا شك فيه أنه إذا ما حاولنا أن نعد أو يعني مجموعة من الألقاب والشواهد يعني والمراتب التي تمكنتم من ولوجها سوف لن نحصيها كما يقال، فمهما حاولنا أن نعد سوف لن نحصيها. هذا إن كان يعبر عن شيء فإنه يعبر عن مدى صمودك وعن مدى يعني استمرارك وتشبتك في هذه بهذه الرياضة التي أكيد تكنين لها الحب والامتنان إن صح التعبير. أن نقول ألقاب بالعشرات إن لم نقل بالمئات تقريبا إن شاء الله. للا أميمة ولا تزلين شابة، نتمنى لك مسيرة موفقة أكيد. إذن أنا سنحاول يعني أن نطل أو نسلط الضوء ولو بإطلالة قصيرة على مجموعة من الألقاب، يعني الإطارات المانحة أو الإطارات المنظمة والمانحة التي منحت لكم هذه الشواهد، ثم التاريخ أو السنة، ثم طبيعة الرياضة والمناسبة. إذن سنبدأ ربما بشهادة الحزام الأسود. هل بإمكانك أن تعطينا يعني في أقل في جملة في كلمة أو في جملة إحساسك وشعورك حين حصلت على هذه الشهادة التي هي شهادة الحزام الأسود؟ أين، متى، ومن، أو من هو الإطار المانع؟ هذا لسنتونوار كاراتي كونتاكت دوزتو في 2017 في الرباط. صراحة ما كنتش عوالة على هذا الحزام الأسود، ما موطح على بالي، ولكن الحمد لله مع الأستاذ ديالي فكر فيا وعيط ليا وقال لي شنو كاين شنو كاين، قلت له ولي مالا ما حد مازال ما حبسش، أنا نمشي لقدام. صافي مشيت ودفعت هاد السانتونوار ديال الكاراتي كونتاكت، بما أن قلال الناس اللي عندهم السانتونوار كاراتي كونتاكت في الجنوب الشرقي، ومشيت ودفعت والحمد لله ربي ما خيبش والحمد لله. وتم التتويج. أكيد. شهادة أخرى دائما بعنوان شهادة الحزام الأسود، ماذا تقولين حول هذه الوثيقة؟ كاراتي هذا شهادة حزام أسود ديال كاراتي الشوتوكان ما بعد سنين وسنين، باش الله الحز على انه زعما بروميير دان في هذا الحزام الأسود. على حيت انا اللي كنلعب بزاف البطولات، على زعما كنلعب بزاف البطولات، ما كانش عندي الوقت ديال الحفاظة، ما كانش عندي الوقت ديال انني نركز في الامتحانات ديالي، وبقيت كنلعب وهذه الحمد لله راه جبت ألقاب ما مشتش في الهواء سوا، ولكن الحمد لله وأخيرا كاين إن غيوسي يعني كاين يعني كاين نتيجة الحمد لله. الحمد لله. ألقاب أكيد كما أسلفت الذكر ما حاولنا أن نمر عليها بعجالة سوف لن نتمكن من يعني عدها أو إحصائها. شهادة 15 دائما بتنغير هنا، يعني قد نجد بالراشدية بكل من جهة سوس والصدر سابقا منحت دائما من طرف الـ FRM كاراتي، تعود لسنة 2014 دائما بخصوص دائما رياضة الكاراتي. ألقاب كما أسلفت الذكر لسنة 2016 دائما أميمة بالقادة، دائما لمشاركتها في التدريب يعني الجهوي كاتا كما ترون أمامكم. بطولة هذا كاين تسمي الكاراتي كونتاكت، بطلة المغرب في كاراتي كونتاكت عدة مرات، بطلة 6 ديال المرات وطنية في كاراتي كونتاكت، هذا كيميل هذاك الدبلوم ديال كاراتي كونتاكت. نفس يعني الصيغة ولكن نفس الشهادة عفوا ولكن بصيغة أخرى أدق وأثقل. إذن دائما كما ترون أمامكم يعني ألقاب لا تستهان أو لا يستهان بها. كذلك نوع آخر شهادة تدريب دولي
شهادة التدريب الدولي كما هو مرسوم أمامكم، مهدات من طرف اللجنة الوطنية المغربية لللايت فري نايت والإيمي ماوكي وان. إذن هي ألقاب دولية حازت عليها الأستاذ والبطل الشاب بمراكش المدينة الحمراء التي حازت فيها مؤخرا بالحزام الأسود دائما دائما شواهد وأخرى بالعشرات كما أسلفت الذكر، ألوان أشكال وألقاب محلية إقليمية جهوية وطنية ودولية. وفنذكر كذلك أنها حازت على أو شاركت بتظاهرات كذلك دولية من بينها ملتقى مضايق العالم، والذي أكيد كما لا يخفى على الجميع شاركت فيه دول أجنبية بالعشرات، المكسيك، ألمانيا، ثم إسبانيا وكندا وغيرها من الدول. إذن أميمة شاركت وتحدث العالم بأسره إن صح التعبير أن نقول. شواهد دائما أمامكم بالعشرات دائما في مدن مختلفة وبصيغ وألقاب تختلف درجتها عن أخرى، شواهد تقديرية وكذلك وثائق تعبر عن مشاركتها منذ 2010 أو منذ 2009 حيث بدأت مشوارها الرياضي. الشهادة أمامكم تعود لسنة 2012، ما يؤكد أن البطلة يعني أطلقت العنان لمشوارها الرياضي منذ سنوات خلت كما يقال، ولكن بدعم متواضع، بدعم من أسرتها الصغيرة، بدعم من أصدقائها فحسب، لا بدعم من وزارة الشباب والرياضة، لا بدعم من الجهات الوصية أو الجهات المعنية، دائما شواهد تمت الحصول عليها بتواضع. هي من يعني بادرت وتقاتلت إن صح التعبير أن نقول رياضيا من أجل أن تتحمل يعني متاعيب السفر كما هو أمامكم. أحيانا يبدو من الصعب أن يتنقل رياضي شاب أو رياضية شابة من الجنوب الشرقي بجهة درعا تفيلالت إلى يعني أو نحو الرباط، نحو طنجة، نحو أكادير، نحو كل بقع المملكة، وأحيانا إلى الجنوب من أجل المشاركة في يعني تظاهرات رياضية أطرها تكون في أندية كبيرة وبعدة قوية وبمدربين وأطر رياضيين أكفاء. ولكن أميمة بالقعدة إن صح أن نقول فهي كما يسميها يعني أو بلغة موليير سي إن سبورتيف أوتوديداكت، هي رياضية يعني كونت نفسها بنفسها، هذا هو المقصود من هذه العبارة الفرنسية، إلى أن يعني تمكنت من أن تحصل على شواهد وكذلك على ألقاب وعلى أحزمة يعني وطنية والدولية. نعم كذلك دولية قلت، غلبت من خلالها وعبرها أطر كفأة تكونت بكل من مدن المحور بالرباط، بفاس، بالدار البيضاء وغيرها. ابنة التنغير دائما تخاطبكم بشواهدها، بعناوينها، بألقابها التي هي أمامكم، وبتكوين صفر درهم، تكوين صفر درهم أقول، لأنها كونت نفسها بنفسها وترعرعت وسط أسرة متواضعة بتنغير، إلا أنها حاولت أن تخلق لنفسها ولأسرتها الصغيرة ولعائلتها الكبيرة التي هي تنغير والجنوب الشرقي والمغرب عنوانا هو أميمة بن القعدة الشابة الرياضية المعلومة التي تنتظر لحد اللحظة التي نحن نوثق لهذه
المحطات الرياضية التي تسجل وتؤرخ لتاريخها ومسارها الرياضي الدعم يعني الضروري والمشروع من الجهات الوصية. فأينك يا شباب وأينك يا رياضة؟ أينكم يا شباب وأينك يا رياضة؟ أقصد الوزارة الوصية. أينكم يا مسؤولين من أجل دعم هذه البطلة التي شرفت مكاتبكم وشرفت مجالسكم وشرفت مجالكم وأنشطتكم التي لم تتلقى ولو سنتيما ولو درهما واحدا من مجالسكم هاته، لكن بفضل الله وبفضل جبروتها وقدراتها وعزمها الرياضي وبفضل جمهورها الواعد ومتتبعيها الذين دائما لا يسأمون من تقديم الدعم لها. الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب، يا سلام، أقول يا سلام وأردد يا سلام. ألقاب قلت لسوء الحظ. نتأسف كشباب تمغير كإعلام مستقل ليس أمامنا إلا أن نندد ونقول هذا عار هذا عار. أميمة تستحق كل خير وكل دعم، فأينك يا مسؤول وأينك يا وصي عن القطاع؟ أمامكم دائما شواهد، سوف لن كما أسلفت الذكر نحصيها في دقيقة أو دقيقتين، مع العلم أن البطل الشاب أعطتنا وفقط الثلث إن لم نقل الربع مما حصلت عليه، بحكم أنها استواجد بمنزل العائلة ولا تتوفر على كل الشواهد هنا بل بمنزل آخر، ولكن لا حرج، يكفينا ما قدمتيه لتنغير وما قدمتيه للعلم الوطني وللمغرب عامة أو قاطبة. شرفت الرياضة الوطنية لو كوميتي ناسيونال ماروكان دو لا ليغ فري فايت ام ام ا ويابون، شهادة التدريب دائما. هي إذا الآن أو اليوم بمثابة مدربة وطنية أو دولية، لكن لا بد من نفض الغبار عليها. انظروا يا سادة وانظروا يا متتبعين ماذا يحصل للمبدع، ماذا يعيشه الرياضي في مناطق درعة فلال خصوصا بإقليم تنغير. لسوء الحظ طاقات تحت المجهر، تحت المجهر تنتظر الإعلام المستقل، تنتظر يعني أناس بسطاء من أجل أن يعيروا اهتماما أمام المسؤولين الذين لا يقدمون ولو درهما واحدا من أجل دعم هذه الرياضية. فكما أسلفت الذكر هناك مصارف تنقل، مصارف تكوين، مصارف يعني جميع المستلزمات الرياضية التي يتطلبها الأمر من أجل المشاركة في هذه المباريات، في هذه التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية. كلها دائما ألقاب من هنا وهنالك كما ترون. المنتدى الدولي لمضايق العالم لسنة 2017 تظاهر إذن أسلفنا الذكر عنها يعني هنا بتنغير كما كذلك بكل بقع مملكتنا العزيزة. أسلفنا الذكر أستاذ أميمة أن ألقاب يعني لا يستهان بها، فأمامكم كما تشاهدون ألقاب أخرى ستتاح لنا فرصة مع الصديق محمد العيادي من أجل تسليط الضوء على يعني أنشطتكم لاحقا رفقة زملائكم في يعني الدرب أو في رياضة الكاراتيه. إذن هذه رسالة فقط للمهتمين يا وكإعلام من وجهة نظر يعني إعلام يوم من أجل التعريف بالطاقات المحلية، أن نقول أو يجزين أن نقول أن إن لم يكفيكم أو إن لم تكفيكم كل هذه الشواهد وكل هذه الشهادات التي هي أمامكم ولا تزالون مكشرين لأنيابكم دون تقديم دعم يعني ضروري ولازم ومشروع من أجل ما تدعون ومن أجل ما تتبجحون منه يا مسؤولين ويا منتخبين ويا يعني قطاعات وصية عن الرياضة والشباب.
فعيب وعار فعيب ثم عيب وعار. سننتقل بكم مع يعني دائما الناشطة الرياضية أميمة دائما بالقادة التي لا زالت دون أن تعلن تشاؤمها بل دائما متفائلة مع أسرتها الصغيرة عفوا من أجل دائما مواكبة المشوار وأن كل صعوبات لم تقف أبدا أمامها كمعرقل بل قالت وكما صرحت لنا سالفا أنها بمثابة محفز وستواصل المشوار نأمل لها خيرا في المستقبل. أستاذ أميمة سنعود إلى آخر لقب بعد يعني عرض كل منجزاتكم وأخرى أكيد إلى آخر لقب حصلتم عليه بالمدينة الحمراء أو بمدينة مراكش مؤخرا والذي كان كذلك حول شهادة الحزام الأسود رفقة تلة من شباب تلغير باسم أكاديمية الرياضات للصداقة للكاراتيه. ألا حدثينا عن يعني الرحلة أولا من تنغير إلى هناك، كيف كانت أجواء الرحلة من تنغير رفقة الأصدقاء وكيف كانت يعني الدردشة حول واقع الرياضة والكاراتيه قبل أن تصلوا إلى مراكش؟ كيف العادة الدراري اللي بغي يمشيوا ويدوزوا النوار، احنا تقريبا كتار تبارك الله من الأكاديمية الصداقة، احنا بريميان دان كنا 8 ديال الناس وصحاب دوزيام دان كانوا 4 الناس على اين كانوا دوزيام دان هما خصهم يلتحقوا نهار السبت حيت هما عندهم نهار السبت يدوزوا وحنا بريميان دان خصنا نلتحقوا نهار الحد زعما قبل باش ندوزوا باش اننا نديروا الخاطر لكل شيء حاولنا نمشيو من الجمعه باش نهار السبت يدوزوا صحاب السبت ونهار الحد يدوزوا صحاب الحد على اين يعني ما تفرقناش زعما باقي التواصل بيناتنا. هادشي الفضل كان كيرجع للاستاذ ولي تيخلي بيناتنا داك تواصل اللحمه على اين مشينا سميتو كلشي منا ضروري هذه اول حاجه خلاص اتعاب نتوما اللي خصوها كلشي منا هذاك الشيء باين يعني كانه امتحان راه ضروري منك وصافي مشينا انا والدراري مشينا خدينا المبات خدينا هادي الحمد لله كلشي دار مزيان النتائج الحمد لله كانت جد مفرحه بالنسبه للناس ديال انا مور وصلت بعد الوصول يعني الى محطه مراكش كيف كانت الاجواء بمراكش اثناء يعني اجراء الامتحان والمقابله وكاينين الناس كثار الحمد لله كاينين مشيت انا بعد اول حاجه مشيت لقيت بنات لقيت يعني تحليت شويه نقول الحمد لله راه كاينين البنات كاينين العيالات كاين الحمد لله ماشي واخا بوحدي جيت مع الدراري ولكن ملي مشيت لهذا البلاصه راه الحمد لله كاين معامن صافي يعني كيف العاده خصني نجي مع الدراري حتى البلاصه اللي بغيت عاد غادي نلقى الدريات صافي دخلنا ودوزنا والحمد لله لا بدا شويه ديال الضحك لا بدا شويه ديال اللي كيكون انهم اللي كيكون متاكد من راسه راه ما غيدير والو يعني واخا راه هي راه خدمنا مع الاساتذه ديالنا كل واحد باسمه كنشكرهم كاملين من هذا المنبر كنشكر الاستاذ سعيد عبد الشفيق كنشكر مراد غجي كنشكر الدراري كل واحد باسمه كاين حامد جبراوي كاين عبد الكريم دودوح كاين اللي نسيتو يسمح ليا المهم كثارين الناس صراحه يتفيد هادشي باش مزيان لاصال ديال أكاديمية الصداقة مازال كنديرو ايد في يد ومازال كاين التعاون وحنا راه مدة هادي وحنا كنبريباريو لهاد اللحظة هادي والحمد لله الله ما خيبش حتى شي واحد اللهم لك الحمد وما نساوش ديما اللي كيعطيو الفلوس يعني كنشكر الوالدة ديالي بزاف هي اللي واقفة معايا من البداية ومازال ما كايناش النهاية يعني من البداية أي حاجة يعني واخا يجي عندي الأستاذ يقول لي ودي راه كاينة بطولة فلانية وهادي ولي راه إلا ما كايناش الفلوس راه حتى حاجة ما كايناش يعني ملي كنمشي عندها ما كتبخلش ما غاديش تقول لي لا رغم انها شحال من مره دوات علينا بسم الله الصاد دوات بسم الصدقه ولكن نفس المشكل ديما ما كاينش اللي تسوق ليك ما كاينش الدعم وجايدون اصلا الجنوب الشرقي ديما هو مهمش حتى في البطولات فاش كنمشيو تيقولوا لنا منين نتوما واش ورزازات واش مراكش غير كنقول لهم تينغير ما عرفت كاع فين جات تينغير يعني بعدا تينغير كاع ما كاينه على المستوى الوطني ولا الدولي يعني ما نهضروش عليها ولكن الحمد لله كان ولكن باش نصحح هذا الغلط انا ملي كنقول ابن ملي كيجي شي اعلام يكتب ابناتو تينغير راني خدامه وكنلعب ابن بلاصال ديال تينغير راه ماشي جبت لاصال توازازات ولا ديال مراكش يعني حاولوا شويه تبقى تاخذوا الامور بجديه حيت كنلقى بزاف غير
الجانب الشرقي واخا مهماش، وكنتمناو يشوفوا شويه من جهتنا ويشوفوا من حالنا، حيت عينا ما نهضروا الصراحه تكرفصنا بزاف. كيكون عندنا البطولات ابار كاع دابا هاد الحزام كنتكرفصوا في البطولات، كيكون عندنا داك الشيء قريب، وكيكون عندنا بحال قلتي هذا البريمي هذا الاول العام دابا ان شاء الله راه بادي البطولات بادي كلشي، راه بغاو الناس يمشيو بغاو يجتهدوا بغاو، ولكن شحال قد راه الا مشيت مثلا في هذا الشهر راه خصني الشهر الجاي ما نمشيش، راه تبارك الله راه لي شارج لي شارج كثار، يعني ماشي بحال واحد بنادم عايش في المنطقه فلانيه بحال لو ما عمركم طرقتوا الباب ديال المجلس البلدي او المجلس الاقليمي مثلا كمؤسسات منتخبه ولا وزاره الشباب والرياضه المندوبيه والمديريه الاقليميه؟ دائما حنا كنطرقوا لهذه باش التعاون معكم في يعني في يعني في التنقل او المبيت او عمر ما كان استجواب بعدا يكون كتمشي عندهم باش تطلبهم بحال كتسعى، يعني ما كاينش حتى شي 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 بحال الاستجواب يكون غير نقي بردني اضعف الايمان، راه عرفنا كاينين هنا شي رياضات اللي بلا بين قوسين حيتاش حزبيين وهادي وهادي وخدامين وغاديين ليا، راه ما كتعطي حتى درهم، راه ماشي كيتعاملوا بمنطق السياسه والتحزيب يعني واش انت ديالنا ماشي ديالنا انت ماشي ديالي انا ديالك، هادشي كاين عندنا في البلاد عيب وعرش. بالنسبه كيما قلت لك راه ماشي بحال فاش كتكون عندي بطوله وكنمشي، بالرغم انهم ممثلين ديال الامه وواصلين على القطاع والدوله اللي كتخلصهم نورمالمون ما خاصش تكون هذه الفرزيات بحال هذا، لا الفرزيات كاينين وحتى حنا كيوقع لنا ذاك المشكل. يعني انا فاش كنمشي من جيبي راه كنمشي كنفكر في جوج حوايج، كنمشي نفكر في الخسران ومفكر في الخسران، يعني خسران الجيب وعندك ما نرجعش بشي حاجه بلا لقب، يعني بلا لقب يعني كنمشي كنصدق دايره جوج حوايج في البال، هاد التكرفيس التعب ديال الطريق شي دادي شد هادي كاين فين تبات كان، يعني هادشي كامل ما بغيناش نفشلو، اما الا جيتي تعمق راه الفشل نسم من والنقطه من هنا راه تقريبا بحال قلتي المجلس البلدي هو اللي كيلعب الدور هنا، المجلس الاقليمي الشبيبه والرياضه ما كنداومو حتى شي واحد الله يكون في عون الجميع، ولكن اضعف الايمان بنادم تيجي بالقاب تيجي بشي حاجه اللي هي يعني ماشي كنهضروا خاويين، يعني كاينه واحد الحاجه يعني حتى هما خصهم مره بقى يشوفوا الجهد الابطال، انا راه غادي يعني نقدر نحبس اليوم نقدر نحبس غدا، يعني نفكروا في الاجيال الصاعده يعني الاجيال ما بغيناهمش يوقعوا في نفس المشكل، بما ان كنمشيو للمدن كنلقاو الناس جايين على حساب ديك الاقليم فين كاينين طونسبور فافور لما يبات فافور، يعني راه ملي كتمشي راه كتصدق مشو كتشوف الشيء نورمالمون، كاينه مناح وكاينه يعني كاينه يعني اعتمادات كيسموهم اعتمادات يعني داخل المجالس الجماعيه ولا منتخب بصفه عامه وحتى في المديريه الاقليميه للشباب والرياضه اللي من الاساس ومن الضروري ومن المستلزم الالزامي عفوا انه يتعاطى بحال هذه الامور فقط بمراسله اداريه. كتطلبهم المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه راه كتصدق بحال كتسعاهم، يعني ما كاين لا شحال من مره طلبناهم. رغم انكم جبتوا القاب للبلاد وجبتوا القاب طلبناهم الاستاذ حتى هو طلب صحاب الدار حتى هما كيطلبوا اي واحد كاينين عندي ناس انا كنعرفهم في الاصل بداو شنو خلو داك الشيء حيت عارفين ما منوش، اي واحد كدوي معايا يقول لك واجي الاصل تخدم يقول لك اودي راه داك الشيء ما منوش، يعني واحد الحاجه اللي كدير فيها الخير فاش انك كتريد وهذا. غادي نرجعوا لواحد النقطه للا اميمه، هو بعد يعني الحصول ديالكم على اللقب رفقة يعني الزملاء اللي مشي ديال الأكاديمية مورا العودة ديالكم مراكش، شاءت الصدف أن نلتقي بورزازات بالصدفة ونحن أبناء نفس الإقليم وأبناء نفس المدينة، فرحنا بزاف وهذا ما جعل منا أنا والرفيق والزميل السي محمد العيادي باش نزيدو هذه المقابلة، غير لأننا حسينا بكم كإعلام أقول مستقل كإعلام دائما مستقل باش نشجعوا الطاقة ديالنا حتى غير من جهتنا كإعلاميين، هذا الشيء اللي كنتمناو حتى حنا من الفرقاء ديال الاخرين كنتمناو كذلك، هذه رساله السي محمد يعني الزملاء الاعلاميين يزيدوا يسلطوا الضوء اكثر على الطاقات الى جانب كل من موقعه كل من موقعه كل من منبره كما قلتوا، في انتظار يعني كذلك ننبهوا ونرسلوا رساله كذلك لجميع السلطات المعنيه وجميع المسؤولين على القطاع بما فيها مؤسسه منتخبه انهم يساعدوا ويفكروا في بحال الطاقات اللي لسوء الحظ احيانا وما سرعان كتضيع وكتمشي يعني هباء منثورا كما يقال، وكيصبح الاقليم اللي كنضيعوه طاقتنا اللي هي يمكن غدا غتصبح وطنيه ودوليه وغتشرف بلادنا
يعني خارج التراب ديال المملكه يعني وداخله. من جانب اخر كنهنيكم يعني من جديد على هذا اللقب اللي وصلنا يعني الحديث عنه بمراكش. كنهنيكم باسم يعني كل الزملاء والاصدقاء يعني في الاعلام المحلي وكذلك الجهوي. هو مور الحوزه ديال الحصول ديالكم على هذه الشهاده ديال الحزام الاسود كنتوا راجعين فرحانين تلاقينا فورتزات وسرعان مباشره ما التقطت الصور شاملا شمالا ويمينا في صفحة التواصل الاجتماعي بالخصوص. هناك يعني من عقب بالايجاب وبالسلب، هناك يعني مجموعه من الزميلات ديالكم امثال صباح العايدي امثال واحد الصديق من سيدي فني حتى هو كاين لي تماما يعني اشغل على الصدى الاصداء تماما الاصداء ديال التواصل الاجتماعي مورا هاد الصور اللي طلقتوها. حتى واحد مزعم ولكن ما زعما حتى واحد مزعم حتى زعما الاخت صباح العايدي كنشكرها بزاف من هاد المنبر حتى هي مناضله وراه عارفه مزيان بحقنا داكشي علاش زعمات وكتبت يعني ما هضرتش هكاك عرفت شنو كاين وعاد ولا داكشي دار في المنابر الاعلاميه الاخرين. كنشكركم بزاف على هاد الاستضافه وعلى هاد الاهتمام كل واحد باسمه. دونك قلنا المحطه اللي وصلنا واللي باقيين كنهضروا عليها هي اللقب ديال مراكش ديال شهاده الحزام الاسود اللي سوجت به رفقه الزملاء يوم 13 اكتوبر ب اكيد مركز يوسف بن علي ب مراكش. اكيد غادي نكونوا قربنا للاخير الاواخر ديال هذه الحلقه الرياضيه ديالنا اميمه. غادي يعني نوصلوا لمجموعه من الاسئله اللي قد تكون شيئا مباشره. هضرنا على الدعم اللي ما كاينش، هضرنا يعني على الشواهد اللي تبارك الله حسوا عليها، المعيقات، التحديات الى اخره. يعني هل من رساله اخيره باغا توجهها يعني للجمهور ديالك والمتتبعين ديالك والمسؤولين اللي باقيين نتوما كتاملوا يعاونوكم الى اخره، يعني واحد رساله اخيره جامعه شامله اللي تقدي توجهها للرأي العام سواء المؤسستي اللي ما فيها المؤسسات يعني الجمهور ديالك الى اخر بصفه عامه. الرساله اللي غنوجه الا مشينا هكا ما غاديش نوصلوا. هذا اول حاجه كنقولها وكنعاود نقولها حيت شحال وانا في الميدان وشحال وانا كنلعب وما كاينش البديل. عينا ما نهضروا عينا ما نغوتوا عينا ما كاينش البديل لا معنويا ولا ماديا. يعني الا عندك راه غتمشي بعيد ما عندكش راه غترجع في حالاتك وغادي تجلس. يعني باش ما نفشلوش عندنا ابطال تقريبا نادي الصداقه اللي هو دابا اكاديميه راه الحمد لله في ابطال كل واحد باسمه وفشلوا حيتاش ما كاينش معامل. باقي كنرجعوا لهاد النقطة هادي ديال ما كاينش معامل. المهم كنتمنى من مدينة تنغير انها تبدل وتزيد لقدام في بزاف ديال الحوايج ماشي غير في المجال الرياضي، قطاع الصحة، التعليم. يعني بغينا تمشي لقدام شوية يراعيو لينا يحاولوا اضعف الايمان يديروا لنا شي وسائل اللي غادي بعدا غير نبقاو نرحموهم بحال المركب بحال المرافق بحال هادي بحال هادي. يعني ما عندناش فين نتحركوا. واخا ولدي انا بغيتو غدا يتحرك ولا بنتي ولا هادي راه ما كاينش فين يتحركوا في البلاد. يعني راه منك هذا منك الشوارع. يعني ما عندناش هنايا شي بلايص اللي غادي نقولوها ولدي راه غيطرع فيهم ولدي غادي يخرج من الزنقه والانحراف وبزاف الحوايج. يعني حتى البلاد راه معاونه في هذا الشيء. حنا اللي كنطلبوا من المسؤولين انهم يراعيو شويه الابطال ديال مدينه تنغير كيف ما كانوا من جميع اي مجال، من الرياضه من التعليم من هادي من هادي. يعني اي واحد كاين عاطي خصهم يعاونوه باش يزيد لقدام. ماشي نكونوا هذا ديالنا هذا ماشي ديالنا داكشي راه ما جاتش داكشي كي تيبين بزاف الحوايج وكتمشي حتى المدينه في الخسران. يعني باش ما نلقاوش هذا المشكل هذا خص شويه المسؤولين يراعيوا لهاد الناس هادو ويحاولوا حتى هما شويه داكشي اللي خاص البلاد يحاولوا ينوضوا يغوتوا عليه ويعاونونا شويه. وشكرا. في الاخير لأميمة بالقعدة البطله التنغيريه الشابه في رياضه الكاراتيه الصين في انات كنشكرك بزاف على هذه المعلومات القيمه اللي من خلالها اكتشفنا المسار والشخصيه ديالك اكثر ورفقه العائله ديالك اللي اكيد كنشكروها بدورها على الاستضافه. كنشكرك على كذلك هاد يعني العروض القيمه اللي كلك سرتيها وعرتيها كنتمناو من خلالها وعبرها وعبر هاد البوابات ديالنا اللي كنشتغلوا فيها باستقلاليه
رفقة الزميل محمد العيادي أنها تحاول ولو أمكن تغير شيء من المسار ديالك إلى رفقة إلى جانب رفقة مجموعة من الرياضيين والرياضيات ديال الإقليم تنغير درعا تافيلات بصفة عامة. كنشكرك مجددا وعندنا معاك يعني موعد إن شاء الله في حلقات أخرى وفي مواعيد أخرى في تظاهرات رياضية أخرى أكيد اللي كنتمناو لكم من خلالها التوفيق والنجاح إن شاء الله رفقة الزملاء ديالكم. ما نساوش نشكروا الزميل ديالنا في التصوير والمونتاج سي محمد والزميل محمد العيادي مشكورا والصديق ديالكم او الزميل ديالكم رجب مشيشي الذي اعد الحوار. نضرب لكم موعد مع حلقة اخرى ومع عنوان اخر بحول الله.